عامه العسوم ما شي حاجه، كل شيء مريض، الامات مراد، الاباء مراد، ولا عندنا السكر ولا عندنا الطنسيون بسبب هذه المشكله هذه. وهذه السيده هي تدور هنا في ولاد عياد، تدور في القهوي، تمشي الزيتون، تمشي للواد باركه، تدور عندها الحريه التامه، وحنا كل شيء ولادنا، وحنا على العائله ديالنا، وحنا كلنا حنا مراد، كلنا حنا مرضنا. والدراري 9 شهور هذه هما في التحقيق، 9 شهور هذه هما مرميين في الحبس، وحنا راه طبنا ما عندناش باش نمشيو عند ولادنا للحانوت، ما بقاش عندنا باش نمشيو نقابلوا ولادنا. داكشي اللي عندنا سيرنا، ما عندنا لا خدمه لا حتى شي حاجه، حنا غير قاعدين. وحنا تنطلبوا من الحكومه، تنطلبوا من جلاله الملك سيدنا كيف يديروا لنا شي حل لهاد الوليدات، هاد الوليدات هادو راه مظلومين، حنا راه مظلومين. والله العظيم الا فرحنا لهاد الوليد، نهار خرج بحال خرجوا وليداتنا كاع كاملين. اش غدير؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. فرحنا اليوم بزاف بزاف العقوبه ان شاء الله تاع حنا لولادنا. ولدينا هذه الجلسه الخامسه، الجلسه الخامسه وباقي ما داروا معاه حتى شي حاجه، حيت هي ما كتحضرش. السيده وملحقه ومن الحبس عراب 15 شاب، وهي راه باركه كتسلقط على اخرين، وباركه كتجري مع اخرين، وباركه تجري بالليل تجري بالنهار. وحنا ولادنا وحلتهم تما 15 عائله عباد الله، 15 عائله اللي وحله في السجن، 15 عائله اللي مليوحه ظلما، حتى شي حل ما بغاوش يعطيو لينا، ما كاينش اللي بغى يعطينا شي لا خيط. ولادنا مرادين، ولدي انا مريض، ولدي انا والله مريض، ولا تعقد ولدي انا، ولات كدوز الجلسه النهار اللي ما كيطلع صافي كيمشي كيطيح بالسخانه، حتى مرض حتى يدير